عودي معكم للمتابعة مستمرين لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت. الغداء صار جاهز تقريبا عند كلكم بتصور قد ما أخذتوا أفكار عن صفحة فيسبوك عالم الصباح مع السؤال يلي طرحته شو غداكم لليوم. فيكم بعدكم تجاوبوني وتعطوا أفكار لغيركم وتاخدوا أفكار من غيركم. وصلنا هلأ قبل ما أروح عند شادي بآخر محطات اليوم بعالم الصباح لجيل توب. اليوم ضيفة جون رح تكون آية علاء الدين، رتمك جيمناستيك وسلك شو، رح ترقص لخمس دقائق من الوقت وبعدين انترفيو مع جون. نروح لعنده صباح. وعدنا بعد. اهلا وسهلا فيك. بونجور ايا. بونجور. بونجور. شو هالصور، شو هالرقص اللي عملتيه؟ ميرسي. شفناك هلا عم انه جيمناستيك، رسمك جيمناستيك. ايه. فيك تخبرينا اكثر عنه؟ اول شيء ايا 14 سنه. اسمي ايا علاء الدين، عمري 14. صرت اتعلم جيمناستيك من عمر 7. هذا الشيء بيعتبر متاخر بس ما اثر علي لان بلشت اتمرن اكثر واكثر. يعني حتى وقتها كنت عم بتمرن كنت ضل لاخر وحده طفل، وبتعلم ب سي تي اي ب جريد 8. وهلا حضرنا شو جيمناستكس، فيك تخبرينا اكثر شو حضرنا هلا، شو اللي شفناه؟ جيمناستيك ريتميك بنرقص او انديفيدوال، بنت وحده او خمس بنات. خمس بنات اتس نمبر، يعني ما فينا اربعة، ما فينا خمسة. اوكي. وعنا خمسة ابارتشرز اللي هن بول، كلوبز، ريبن، هوب، اند جامبينج روب. هولي فايف اكسرسايزز. مش هيك خمس بنات اما مخص؟ لا مخص. طب ليه خمسة بس عم ركز على الخمسة؟ خمسة لان انه اتس الاولمبيك كوميتي هيك انه اتس ذا رول، هيدا القانون اللعب انه بس انه ما بيكون كل الابارتشرز بنفس الوقت، كل مرة مثلا one aperture أو two إذا بالجروب، إذا من خمس هي aperture تفسيرها يعني شو بتستعمل الأداة اللي بتستعملها. إيه مثلا هلا استعملت البول. أوكي. وكمان حاستعمل، حتشوفي حاستعمل ribbon هيك. وآية صار لك عم تقولي 7 سنين عم تمرني. إيه. كيف بتنسقيها بين المدرسة بين العلم؟ لأنه مثل ما شفنا هلا الجيمناستكس إنه بدك تكوني عندك ليونة بجسم، مش يعني مش كل الناس فيهم يعملوها صح، اما في اذا انا تمرنت فيها البنت اذا الواحد بده اكيد فيه يعملها، واكيد بده يتمرن كثير والشغل كثير بتعب. يعني انه هيدا السبورت بس للبنات، بتشوف بس للبنات. ايه اوكي. بس اوقات بنشوف نحن شباب عم يعملوا بالجيمناستكس، بيشاركوا يعني وقت بيحمون لا هيدا شيء ثاني. اتس ديفرنت. ايه بس هيدا الجيمناستيك يعني انا ما لي امل فيه. لا فيك اذا بتسافر على جابان فيك هنيك بلش يعملوها، بس مينلي بالاولمبيكس وهيك هو بس للبنات بس. اوكي. وكثير الشغل بتعب، اكيد بده كثير شغل وبده كثير يكون عندك الامل انه تتعامل، لان اذا ما بدك ما اكيد ما حيزبط شيء. هلا نحن قبل ما اسالك السؤال ليه نقيت السبور، اول شيء نحن لبسك، فيك تخبرينا عن لبسك اكثر؟ لبس مجبورين فيه اما ايه اكيد لازم يغطي يغطي جسمنا، يعني اكثر من 20% من الجسم اولا. ثاني اكيد نستعمل شوارفسكي تا يلمع ويعطي انه شيء حلو.
واكيد كل شيء هيدا بنجيب، كل الماتريال بنجيب من برا، واكيد كثير غالي يعني بنعملهم برا. بينعملوا مشانك يعني كاستم ميد، مش فيك تروح تشتري. اوكي يعني بياخذوا القياسات وكل شيء، واكيد الماتريال من برا لان ما في منها بلبنان، وشوارفسكي حقيقه يلمع اكثر، وبنعمل عند عالم بروفيشنال انه مش حيلا. اوكي، وطب شفناك هلا عندك الليونه تبع جسمك، قد تمرني بالنهار؟ قد في عندها تمرين بتقولها او بالجمعه؟ بالجمعه بلبنان بتمرن اربع مرات بالجمعه، بس هذا بيعتبر قليل لان بروسيا وقتها بسافر كل يوم، ومش اكثر مش اقل من خمس ساعات. يعني خمس ساعات بالنهار؟ وقتها تسوي قد ايه كم مره بتسافري لروسيا تتعلمي؟ كل صيفيه، كل شتويه، كل فاكونس، كل ما يصيب لك فرصه صغيره بتروحي على روسيا تتعلمي معهم. حتى بشكر المدرسه، مرات كانت تخلينا نسافر بايام المدرسه. ويعني يعني اخذتيها اكثر انت من هوبي، اخذتيها انه يور سيريس اباوت ات. اتس بروفيشنال. وشاركتي شي مره بشي؟ لا، شاركت بايفنتس مهمه وويدنجز وهيك قصص، وبيرثديز كمان، بس كومبيتيشنز لا. ان شاء الله بماي عندي كومبيتيشن مهمه بروسيا، ان شاء الله اتوفق فيها. طيب وليه نقيتي هالسبور؟ ليه ما نقيتي تلعبي جيتار، او ليه ما نقيتي ترقصي باليه فينا نعتبر؟ او انا وصغيره كنت ارقص، هلا بعدني برقص رقص كل شيء فولكلور باليه، بس بعدين انه اول ما شفت هيدا السبور شفته على التي في وكثير حبيت، وبلشت اقول لامي انه بدي اجرب. وهيك اجى انه مره صدفه التقينا بكوتش كثير منيحه، وصرت اتمرن معها، اسمها تاتيانا خليل، بتمرن بقريتم كلاب فرونسي من انا وصغيره، وكثير حابه كمل يعني ما بحس انه في وقت. طيب لا صدفه انه امك روسيه واتس سبورت هناك؟ كثير مشهور هناك السبورتس، وامي هي وصغيره كمان كانت تعمل هالشيء. كمان امي كانت تعمل هالشغله. بتساعدك امك وقت تكونوا عم تعملي، وقت تشوفك تحضريك بتقول لك انه عم تعملي هون غلط هون صح؟ هي نسيت اكثر القصص. لا انه الكوتش اكثر، انه اكيد كوتش بيساعدني. وبالعائله كيف الجو بيشجعوكي على هالسبورت؟ اما بيقول لك ركزي على درسك اكثر؟ اكيد بشجعوني، امي بتضلها تقول لي انه تعطيني مثل شيء موتيفيشن وهيك. بي مرات انه وقت اخذت علامات ما كثير منيحه اكيد بقول لها لازم ركز على الدرس، انه كلهم هيك بيقولوا كل الاهل. بس انا بحس انه الدرس والجمناستيك على نفس المستوى، يعني ما بقول انه الجمناستيك اهم او الدرس اهم، انه نفس الشيء. طيب في عندك طموح تشتركي بالالعاب الاولمبيه شي نهار؟ ايه اكيد. وبتروحي تحت العلم اللبناني او الروسي؟ لبناني. طيب عندي كمان سؤال على الاكل، يعني يور فيت، بتنتبهي على اكلك؟ في عندكم دايت سبيشال دايت؟ يعني مثل ما قلتي لي سبور صعب، يعني الحركات اللي بتعمليهم ما في حدا يسمح لحاله ينصح او يضعف كثير، لازم يكون عندك عضل. غير التمرين اللي بتعمليه بالربن وبالبالون وبالابشر اللي خبرتينا عنه، في عندك انت مثل دايت سبيشال بدك تتبعيه تلحقيه بالجيم؟ عندك تمرينات سبيشال بدك تعمليهم؟ ايه اكيد نحن بنروح الجيم ونعمل قصص انه تنقوي عضلنا وكل شيء، بس انا ايم لاكي انه عندي انه جسمي كثير بيحرق، فما بتابع ولا دايت ولا شيء. بس انه في بنات اكيد لازم لهم يتابعوا، بيتابعوا مجبورين يتابعوا تا انه تفت. طب عم فكر هلا بنشوف الريبن، بدي اشوف الريبن شو، وبدي ارجع اسالك عن الريبن شو، شو الفرق بين الريبن والبالون، ونحن نشوف شو هلا. Let's go. Oh,
اف ما عارف شو الفرق يعني الصعوبة لقيناها بالريبن، شو صعوبة بالريبن هلا اللي شفناها؟ الريبن صعوبتها انه طويلة 6 امتار ولازم مجبورة تكون 6 امتار تشرول، ولازم نقدر نتحكم فيها ما تنربط ما تعلق بشيء او ووقتها عم يعني يور دوينغ دريبن يور جريدد على شو؟ هي في مثل علامات بيطلع لك جريدد على شو؟ على انه وقت نزتها شو بنعمل تحتها وكيف نلقطها ومثلا كيف نعمل بقول في شيء اسمه هيك مثلا انه اتس سبيرال مثلا هيدي اذا مثلا تحت اخر شيء ما بتكون عم تعمل سبيرال منيح اكيد بينشل علامات هيدا من اهم الروز واكيد اذا بتنربط ما فينا نكفي ممنوع لازم نوقف ونشيلها نفكها لان كمان اذا حنضلنا عم نعمل مع الريبن المربوطه ما حيحسبوا شيء. طيب ايا مبينه تعبانه هلا، قد ايه فيك ترقصي على فرد سحبه؟ نحن بالكومبيتيشنز بالعاده مثلا نعمل دقيقه ونص مثلا نقول في كثير بنات كلهم بيروحوا تيجي دورنا انه اكيد بخلونا نرتاح نغير كوستيوم لان كل ابارتشر كل اكويبمنت بده ذير اون كوستيوم. في كوستيوم لكل ابارتشر بتستعمله. اوكي هلا شفنا استعملت الريبن استعملت البالون شو قلتي لي كمان فيه؟ كلوبز شغلتين انه هن بيجوا اثنين الصعوبه فيهم لان تقال واثنين يعني لازم كمان نقدر نتحكم ما فينا نخففهم انه تقال لا كمان ممنوع لان بكل كومبيتيشن كمان بيزنوا بياخذوا وزنهم اذا بيكونوا اقل او اكثر لازم نغيرهم اوكي وشو كمان غير ال كلوبز في الهوب هوب اوكي الهوب العادي ايه بس انه اكيد بس ما بنبرمها بس اوكي لما نزتها بنعمل قصص فيها وايه خامس وحده؟ جامبينج روب جامبينج روب شو بتعملوا كمان؟ كمان بنزتها بنعمل قصص انه مثلا بنخليها تتحرك بطريقه كثير غريبه وصعبه طيب ايا ثانك يو الوت تشرفنا عن جد كانوا اثنين شو كثير حلوين عم تجيني هون هلا دلك بهالهمه وان شاء الله تشتركي بالاولمبيكس شي نهار ترفعي علم لبنان اكيد عندك شيء بعدك تزيدي تقولي؟ بس بدي اشكر كل اهلي واخواتي اللي ساعدوني كثير واكيد اللي هون منعت يطلع هلا اكيد هو كمان والمدرسه اكيد لان هي انه ساعدتني وكلهم ساعدوني وهيدا كل شيء ونحن عليك الكوتشز اكيد اكيد بحب ثانك يو لكل تبعونا ما تنسوا اذا عندكم موهبه اذا عندكم تالنت تبعتوا لنا على اليمين اللي عم يقطع على الشاشه او تبعتوا لنا على واتساب اذا بدكم تشتركوا معنا وجوزيف هيدا حلقتنا لليوم ثانك يو لك جون ثانك يو لك ايا يعطيك العافيه كثير بترقصي حلو لكل المشاهدين نحن وياكم مكملين عالم الصباح للوحده بتوقيت بيروت بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعه مع ورشه ملح والشيف شادي